بعيد المدى. يقوم هذا النظام بتحريض الحقل الكهربائي الساكن للهدف المحدد ضمن مجال البحث إن وجد. عندها تبدأ الهوائيات المتحركة بالانجذاب تلقائياً باتجاه تلك الإشارات المرتدة عن الهدف. بعد تكرار عملية البحث عن عدة اتجاهات والتأكد بأن الهوائيات تشير لمكان الهدف نفسه في كل مرة. طريقة البحث بنظام المسح بعيد المدى لأهداف محددة في النظام. شغل الجهاز، ثم اختر أيقونة بعيد المدى من الشاشة الرئيسية. ثبت حساس باور ماكس 25 بالمدخل المخصص، ثم قم بتركيب الهوائيات بالمكان المخصص لها. سوف تظهر لك شاشة لتحديد مميزات الهدف قبل عملية البحث. اختر الهدف المطلوب البحث عنه بالأسهم يميناً ويساراً من واجهة الشاشة، وليكن الهدف هو الذهب. ثم اختر بعد الهدف المتوقع، ثم انتقل لكي نحدد عمق الهدف. ثم شغل مؤشر الليزر لمعرفة اتجاه مؤشر البحث. طريقة العمل بنظام المسح بعيد المدى. أمسك الجهاز من المقبض وبشكل أفقي باتجاه الأمام للبدء بعملية البحث. اضغط زر البدء، وعندها يبدأ الجهاز بإرسال الإشارات عبر مرسل الإشارات بعيد المدى، حيث تقوم الإشارات بتحريض الحقل الكهربائي الساكن للهدف المحدد ضمن مجال البحث إن وجد. راقب حركة اتجاه الهوائيات التي تتجه نحو الإشارات الصادرة عن الهدف، وعندما تتوقف باتجاه معين قم بالدوران لهذا الاتجاه. تحرك خطوتين للأمام، ثم أعد ذلك مجدداً، وتوجه مع الهوائيات أينما اتجهت لحين معرفة المكان الذي تشير إليه. تحديد الهدف باستخدام طريقة الهدف المخصص. من قائمة الأهداف قم باختيار نوع الهدف مخصص، ثم قم بالضغط على مفتاح أوكي لكي تتسنى لك الفرصة في تعديل تردد المعدن المطلوب من خلال الأسهم يمين ويسار لتغيير خانة الآلاف في التردد، أو من خلال الأسهم أعلى وأسفل لتعديل التردد في خانة الرقم الفردي. سترى أنه يمكنك تقليل أو زيادة تردد البحث بحد أقصى 25 زيادة أو نقصان هرتز. بمعنى آخر، كل درجة ضبط تغير التردد حوالي 1 هرتز. على سبيل المثال، التردد الرئيسي للذهب هو 5000 هرتز كقيمة افتراضية. إذا قمت بضبطه على زائد 5، سيزداد التردد بمقدار 5 هرتز فقط إلى 5005 هرتز. أو إذا قمت بضبطه على ناقص 10، سينخفض التردد من 5000 هرتز إلى 4990 هرتز. يجب على المستخدم تغيير الضبط وحفظه عندما يحصل على أقوى استجابة من العينة المدفونة. ثم بعد ذلك حدد بعد الهدف وعمقه وضبط تردده، واتبع الخطوات السابقة في عملية البحث. تحديد الهدف باستخدام طريقة الصندوق. يرسم الباحث مربعاً حول الهدف الذي تم العثور عليه مسبقاً على مسافة 150 سنتيمتر من المركز. عندها يتحرك المستخدم باتجاه النقطة الثانية للمربع لتتحرك الهوائيات باتجاه الهدف أثناء تحرك المستخدم من نقطة لأخرى في المربع. يتم التأكد عند كل زاوية من الزوايا الأربع أن الهوائيات تشير لنفس الاتجاه، وعندها يمكنك معرفة أن الهدف الذي تبحث عنه هو مكان الإشارة التي تم وضعها، وأن عملية البحث تمت بنجاح. نظام البحث الأيوني. يستطيع هذا النظام اكتشاف معدن الذهب الدفين لفترات طويلة تحت الأرض، معتمداً على التقاط الأشعة الأيونية الصادرة عن المعدن نتيجة تفاعله مع التربة لفترات طويلة. من خلال هذا النظام يمكن كشف الكنوز الذهبية الدفينة القديمة بشكل أسهل وأسرع. طريقة البحث بالنظام الأيوني.
قم بالتأكد من توصيل حساس باور ماكس 25 الخاص بالنظام الأيوني وأحكم المربط جيداً. قم بتشغيل الجهاز. سوف تظهر لك شاشة تحتوي على أيقونة البحث الأيوني، قم باختيارها. ستظهر لك شاشة والتي تحتوي على ثلاث عناصر: جهة اليمين عنصر التحكم بالموازنة، جهة اليسار عنصر التحكم بالحساسية، في الوسط لإظهار قوة الإشارة الملتقطة. أمسك الجهاز من المقبض وبشكل أفقي باتجاه الأمام للبدء بعملية البحث. طريقة العمل بنظام البحث الأيوني: اضغط زر المقبض ليقوم الجهاز بعملية المعايرة التلقائية والتعرف على منطقة البحث. ملاحظة: إن كان هناك صوتاً مستمراً، قم بخفض نسبة الموازنة حتى يصمت الصوت، وإذا لم يستجب، قم بخفض نسبة الحساسية حتى يختفي الصوت الصادر من الجهاز. قم بتوجيه الجهاز بشكل بطيء جهة اليمين. قم بالتوجه جهة اليسار بشكل بطيء حتى يتم التقاط الإشارة. إذا التقطت الإشارة، سوف يظهر الصوت مرة أخرى. قم بالتوجه نحو مكان الإشارة وقم بتحديد مكانها من خلال التحرك يميناً ويساراً وأعلى وأسفل حتى تستقر الإشارة. عندها تكون قد حددت مكان الهدف. نظام المسح المغناطيسي. يقوم هذا النظام باكتشاف الأهداف من خلال المجال المغناطيسي الصادر عن المعدن الموجود في التربة، بالإضافة لإمكانية الكشف عن الكهوف والفراغات من خلال تغير المجال المغناطيسي في التربة. طريقة البحث بنظام المسح المغناطيسي: ثبت حساس باور ماكس 55 الخاص بالنظام المغناطيسي بالمدخل المخصص وأحكم المربط جيداً. شغل الجهاز ثم اختر أيقونة المسح المغناطيسي من الشاشة الرئيسية. تظهر شاشة تحتوي على ثلاث مؤشرات جهة اليسار ونافذة لمؤشر الهدف جهة اليمين. الحساسية لزيادة درجة استشعار الحساس ماكس 55. الربح Gain لزيادة فعالية التقاط الإشارات الدقيقة والضعيفة. الموازنة لتحديد النقطة المرجعية لجهاز الاستشعار. الموازنة الأرضية لنظام المسح المغناطيسي. الطريقة الأولى المعايرة التلقائية، وهي الطريقة التي ينصح بها لإجراء عملية الموازنة الأرضية. أمسك الجهاز من المقبض وبشكل عمودي نحو الأرض. اختر نافذة مؤشر الهدف بواسطة زر التنقل اليميني. ستظهر لك نافذة المعايرة. اضغط مفتاح المقبض لتبدأ عملية الموازنة الأرضية التلقائية. يبدأ المؤشر بالتحرك تلقائياً، وهذا يدل على أن عملية المعايرة جارية، ويتم حساب المعدلات اللازمة. حافظ على الجهاز باتجاه الأرض وبشكل عمودي وثابت. انتظر قليلاً، وعند ظهور عبارة تمت المعايرة تكون عملية الموازنة الأرضية قد انتهت. حافظ على الوضعية السابقة وتحرك جهة اليمين واليسار لتبدأ عملية البحث عن الهدف. الطريقة الثانية المعايرة اليدوية. أمسك الجهاز من المقبض وبشكل عمودي نحو الأرض. سوف يصدر الجهاز صوتاً متواصلاً. اضغط مفتاح المقبض ليتم أخذ قيمة الموازنة الافتراضية للمؤشر. إذا توقف الصوت الصادر عن الجهاز فإن الموازنة قد تمت، وفي حال استمرار الصوت فيجب تقليل مؤشر الحساسية ومؤشر الربح بواسطة السهم نحو الأسفل، واضغط مفتاح المقبض عند كل مرة يتم فيها تغيير الحساسية والربح حتى يتوقف الصوت الصادر عن الجهاز، وبذلك تكون الموازنة قد تمت. حافظ على الوضعية السابقة وتحرك جهة اليمين واليسار لتبدأ عملية البحث عن الهدف.